واهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم خطر على بالي انه اكل سناكات غريبه من بلد مختلف، يعني انا شيء مو مجربته من قبل، فقلت ليش لا خليني اجرب. ودغري على الحركه نزلت على السياره ورايحه على سوبر ماركت صيني في سناكات صينيه لروح وشوف شو عنده اشياء ممكن اني اجربها. وطبعا ماريا معي بس اليوم لانه هي تعبانه شوي واضطريت اني ارجع اخذها من المدرسه. اوكي هلا وصلنا على مكان السوبر ماركت، محل مو موجوده، لنشوف بده يطلع معي. هلا هاي هيك سناكات غريبه صراحه وما عرفت ولا شيء، خاصه هون ما بعرف شو هاي الاشياء. طيب مبدئيا لانه كثير احترت صرت اسال صاحب المحل عن الترجمه، فاول شيء ما بعرف شفت هي، قال هي بقلبها سمكه درايد فيش، يعني سمكه مجففه وكثير حاره بتكون، قال لي كثير حاره، فهي فكرت فيها اول اوبشن. واخيرا خلصت وطلعت من المحل، اكل مني وقت فوق ما تتخيلوا، لانه ساعة انا شي اسأل اللي بيشتغلوا بالمحل شو هاد شي افتح على الترانسليتر مشان شوف شو الانجريدينتس تبع كل شغلة. بالاخير خلصت وطلعت طيارة، عجبت ميرا الحلوة. كيفك يا ميرا؟ الحمد لله. اول ما اوصل على البيت رح اجرب الاغراض اللي جبتهم واعطيكم رأيي بكل وحدة. رجعت لكم مع سناكاتي، صراحة مالي عارفانة من وين بدي بلش، محتارة شوي يعني، بس أكيد السمكة المجففة هي رح أتركها للآخير مشان أنصدم، هيك تكون نهاية الصدمة يعني، فهي حنخليها على جنب. هلأ في هاد، لحظة خليني أشوف شو، أرجع لأنه نسيت. أوكي يعني هاد بطعم يقطين وشيبس I think أو شي هيك سناك يعني بنكهة يقطين. والله أنا نكهة اليقطين نفسها ما بعرفها، بأكلها بالشيبس يعني. شوفي كيف شكلها. بسم الله. أو حار برضو. اوكي بتصدقوا حبيت؟ لا هاد اوكي، هاد بعطيه 8.5/10. وهلأ هاد الرول سي ويد رول، شوفوا شكله، خلونا نجرب. شوفوا هو كتير رقيق هيك، اوكي رقيق وهيك رول غريب. على فكرة هذا نفسه هو اللي بيعملوا فيه اي ثينك السوشي، لانه نفس ال، انا خايفه اجربه. اوكي لا هذا الشيء مو طيب هيك يتاكل لحاله، تعبت. مستحيل يعني عن جد في ناس هيك تقعد تاكله هيك شوي شوي بتتلزز فيه، الله اعلم. لا هاد ان شاء الله 1/10. اميره كانت حابه تجرب هاي فجربي. ايه متاكده؟ ايه يلا لشوف. لا بدي عطه صغيره. شو؟ طب شو طعمتها؟ شو طعمتها قولي لي؟ طعمتها هيك يعني مثل السمك. صح يعني ما حبيتي ما بتاكليها كمان؟ لا ابدا. طيب وهلا في هي قالوا لي انه بسكويت او شيء بس بنكهة البيض، يعني انا ما بعرف خلصت النكهات من الدنيا. فقلت لازم جربها، رح جرب
جربي بصراحة... انت بالاول. انت بدك تجربي؟ لا انت بالاول. اوكي. اوكي هلا الريحة ما فيها شيء. جربي انت. لا انت. اوكي 1 2. هلا هو مو عاطي نكهة بيض، لا شو بتقولي؟ طيب؟ يعني هو وقت الواحد يسمع بيض هيك دغري بتهيئ له الزنخة تبع البيض وريحة البيض، بس لا هاد يعني مو عاطي طعم، يعني بتحسه انه بسكويت عادي. سو لا اوكي هاد. هاد يعني قديش بتعطي انت من 10؟ 10 من 10. 10 من 10، يا سلام. أنا بعطيه يعني 7 من 10 لأنه طعمته كتير عادية يعني. يلا تفضلي. أوكي هذا السمك المجفف تركته بالأخير، اللي قلت لكم عنه بالسوبر ماركت اللي بيكون كتير حاد. طالعة ريحته أنا آي كانت. أنا السمك يعني السمك يا دوب اني اكله. شوفوا شكله كيف. اخ يا قلبي. غامق ولا لا؟ طب ليه؟ ليه قاسي؟ خلاص خلاص رح اقوي قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ميرا قاعدة هون وخايفة معي. بسم الله. ما تجربوا. جيبي لي مي. مستحيل. اول شيء فعلا كتير حد. تاني شيء طعمته ما بعرف كيف. نو ابدا. خلاص خلينا نحن والسمك حلوين. بس مو سمك تازة يطلع من البحر شووه وكلوه بس. هذا هو. خلاص هذا جاسمين تي شاي الياسمين. وانا مو ضايقته ابدا من قبل، وما بحب غير يا الشاي الاحمر يا الشاي الاخضر، فقلت يلا معلش نجربه بما انه جربنا اشياء جديدة وجربنا. بسم الله. هاد مي. تدوقي تاعي. طيب طيب حبيتي. هو لانه مثل المي ما في طعم، يعني انا توقعت انه يكون في طعم الجاسمين اقوى او شيء، بس لا ما في يعني. وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكن. إذا عم تعجبكن فيديوهاتنا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك وكومنت على الفيديوهات. يعطيكن العافية.